وفاة قيدهم الصحفيين المغاربة مصطفى العلوي هو بلا شك خبر يشبه الصاعقة. السبت 28 دجنبر 2019. لأن مصطفى العلوي لم يكن صحفيا عاديا بل عاشر الملوك الثلاثة، بل كان واحدا من أعمدة هذه المهنة التي أعطاها حياته كلها. مصطفى العلوي رحمه الله كان صحفيا كبيرا ولا يعرف أي شيء في هذه الدنيا غير الصحافة، وربما لهذا السبب لم تتأثر جريدة الأسبوع الصحفي ولا مبيعاتها بظهور الإنترنت ولا بمواقع التواصل الاجتماعي ولا بالمواقع الإلكترونية. وفعلا ظلت الأسبوع الصحفي هي الأسبوع الصحفي، يلتقي فيها كل القراء من كل الفئات ومن كل مسؤولي الدولة، فقط لأن فيها صحفيا وازنا اسمه مصطفى العلوي. هذا هو مصطفى العلوي، صحفي لا يخاف ولا يهاب، يقترب من النار كثيرا ومن الملفات الحساسة بشكل كبير، ويتنفس المهنة ولا يمكن أن يعيش خارجها. ولهذا من الصعب أن نتصور أسبوعا صحفيا بلا صحاحب الحقيقة الضائعة. نعم، من الصعب أن نتصور ذلك. وفعلا وفاة مصطفى العلوي هي خسارة كبيرة لهذه المهنة التي تجتاز أسوأ أيامها، عندما أصبح اعتقال صحفي أسهل بشكل كبير في هذا البلد. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.